بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. حياكم الله طلابنا الأعزاء في حصتنا لليوم، حل أسئلة الدرس عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. السؤال الأول: املأ الفراغ بما هو مناسب. ولد عثمان بن عفان في الطائف بعد عام الفيل بستة أعوام. استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35 للهجرة. السؤال الثاني: لماذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين؟ لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: أذكر أربعة من فضائل عثمان بن عفان. 1. اتخذ الشرطة. 2. أمر بتوسعة المسجد. 3. استمر في الفتوحات الإسلامية. 4. تولى خلافة المسلمين. السؤال الرابع والأخير: أكتب في الجدول العمل التي قام بها عثمان في المجالات الآتية: المصحف الشريف، نسخ المصحف أكثر من نسخة ووزعها على المدن الرئيسية، والمسجد النبوي، أمر بتوسعة المسجد النبوي، والأمن المجتمعي، اتخذ نظام الشرطة. ونتمنى منكم نقل الأجوبة، ويعطيكم العافية.